بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين. اولا جمعه مباركه. بدايه كنشكر جريده اصوات على انها قبلت واستجبت باش نديروا الرد على بعض التدخلات اللي كانت يوم الجمع العام يوم 8 يونيو 2023 في حرم دار الطالبه ولا الطيب. هذا الرد هذا كان واجب نديروه باش نكشفوا على كل الملابسات وكل التحريضات اللي وقعت على دار الطالبة قبل يوم الجمع العام ويوم الجمع العام. ولكن إذا سمحتوا لي نعطيكم واحد الفكرة على دار الطالبة بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوهاش. هي مؤسسة بنيت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وانطلقت الأشغال انطلقت العمل بها في 2007. والهدف من هذه المؤسسة هو محاربة الهدر المدرسي في صفوف الفتاة القروية. ومن 2007 إلى اليوم 2023 والمؤسسة تشتغل بشكل عادي دون أي توقف ودون أي نقص. حقيقة هذه فرصة باش نشكر كل الإخوة اللي دازوا في دار الطالبة وبدلوا مجهودا على أنها استمرت في واحد المنحة تصاعدي، وهذا عمل يشكرون عليه. أنا شريط مبارك توليت مسؤول يصدر الطالبة كرئيس يوم 28/10/2021، ومدة صلاحية المكتب 3 سنين. معنى هذا أنها كان يجب أن تنتهي في 27/10/2024، ولكن نظرا لأن كانوا أعضاء داخل المكتب وهما ايضا اعضاء في المجلس الجماعي، وكانت الدوريه ديال السيد وزير الداخليه كتقول اودي راه كاين تنافي بين المجلسين، فالاخوان قدموا استقالتهم من دار الطالبه من الجمعيه المحمديه للبر والاحسان، وخلوا الدور ديالهم باش يقوموا بالدور ديالهم كمنتخبين في المجالس. هذا الامر ادى بنا باش نديروا واحد الجمع عام استثنائي ديال المكتب، لكن تبين على ان الجمع العام استثنائي السلطات كانت راه ماشي قانوني، وتم العمل على الدعوه الى جمع عام عادي ينتخب فيه المكتب برمته. المكتب كله يقدم استقالته وكله يتجدد. دار الطالبه تشتغل في اطار من القانون وفي اطار من الاحترام. انا شخصيا الوقت اللي تحملت المسؤوليه كان لقيت عمل قاموا به الاخوان وانا كملت فيه. الجانب اللي كملت فيه هو الجانب الاداري تضبط، والجانب المحاسباتي، وجانب التسيير. والجانب المهم هو الجانب المالي، هو اللي فيه الهضره بزاف. فبالنسبه للجانب المالي هو مضبوط طبقا للقوانين اللي كتمشي عليها كلها المؤسسات. الجانب المالي اولا هناك تعاقد مع مكتب محاسبه يقوم بالعمليات ويقوم بلي بيلون. ما كنديروش حنا غير المحاسبه الافقيه، كنديروا لي بيلون، يعني كل هالعمليات تبرر، وهذا التقرير اللي عطى المحاسب. وبناء على التقرير اللي عطى المحاسب ايضا حنا على محاسب محلف المحاسبه ديال دار الطالبه باش تكون دار الطالبه مضبوطه ماليا ضبطا دقيقا. هذا تقرير ديال المحاسب ديال المحاسب محلف. ثم هذا الملف هذا كله احيل يوم الاثنين على المجلس الجهوي للحسابات، وهو نازل على المجلس الجهوي للحسابات باش يدقق في الوثائق ديالو ويدقق في المحاسبه ديالو ويعطينا النتائج، واكيد انها ستكون منسجمه مع الملاحظات ومع التقرير اللي داروا المحاسب المحلل. فيما يخص النقل المدرسي ايضا المؤسسه تقوم بالنقل المدرسي، وهذا تقرير مفصل حول النشاط ديال حول العمل ديال النقل المدرسي بكل تفاصيله من اول يوم الى اخر يوم. المحاسبه، السيارات، الغازوال، اي حاجه تصرف تم ضبطها وهي في تقرير مفصل. وهذا التقرير هذا تم توزيعه على كل المصالح التي لها علاقه بالمؤسسه. فالمؤسسه عندها جوج المؤشرات ديال النجاح ديالها. المؤشر الاول هو انه في 2 مارس 2023 زارتها لجنه مشتركه في اطار الزيارات اللي كديرها اللجان المشتركه لتتبع المؤسسات اللي كتشتغل في العمل في الرعايه الاجتماعيه. زارتها لجنه مكونه من الولايه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، التعاون الوطني، المجلس الجماعي، المصالح، السلطات المحليه، وزاره الصحه، وزاره الاطفاء، وزاره
المصالح ديال الوقايه المدنيه. هذه اللجنه هذه اعطت مؤشرات ايجابيه جدا واكدت على ان المؤسسات تسير طبقا للقوانين المنظمه لهذا العمل، ولان هناك اجتهادات كثيره مقارنه مع واحد العدد ديال المؤسسات اللي شافوه، وهذا نعتبره ايجابي. فهذا الامر هذا سيدفعنا طبعا، قلت سابقا ان خصنا نجدوا المكتب، ولذلك درنا استدعينا لتجديد المكتب بناء على جمع عام. وكما تعلمون اننا في الوقت اللي كنقولوا غادي نمشيو لجمع عام، معنى هذا اننا سنسير الانتخابات، والانتخابات في كل القوانين تبدا اولا من اللوائح الانتخابيه. اللوائح الانتخابيه هي الضابط الاول القانوني في الناس اللي غادي يشاركوا في الانتخابات. وطبعا احنا ايضا عندنا لابد ان يكون لنا ضابط، والضابط ديالنا كيف ما كيقول القانون الاساسي للجمعيه المحمديه للبر والاحسان ان يشارك المنخرط. وطبعا وجهنا استدعاءات مكتوبه للمنخرطين، والمنخرطين هما اباء المستفيدات من دار الطالبه. الناس اللي كيشاركوا في النقل هما ناس كيشاركوا بشكل مؤقت، لان مثلا شهر 6 ما خلصوا حتى واحد، إذا هاد الناس ما بقاتش عندهم علاقة بالمؤسسة، مادامو ما أداوش دونك ما عندهم حتى شي علاقة، ولو يكونوا كيأديو هما كيأديو خدمة محدودة، في نهاية الشهر ينتهي الخدمة ديالهم، لذلك هما ليسوا أعضاء، هم فقط ناس كيستافدوا من خدمة كديرها دار الطالبة إلى جانب الخدمة ديالها الأساسية. أقول أننا استدعينا الجمع العام وحضر ناس للأسف الشديد قبل بيومين كانوا كيديروا واحد التصريحات بدي زوديو كيوزعوها داخل مجموعات عندهم هما، كيحرضوا على دار الطالبه، والادله عندنا موجوده ومؤكده باصواتهم. بل غادي نرجع للناس اللي داروا التصريحات وغادي نشوفهم واحد بواحد. غنشوف السي بلا ما نذكر واحد الاسم اللي قال اودي انه باغي يترشح للرئاسه، ففي الامس كيقول لك انا لا علاقه لي بدار الطالبه، لست منخرطا ولا علاقه لي. وفي الصباح جاي كيقول لك انا باغي نترشح وجاي بعون قضائي. فهل هذا استهتار بالقانون ام استهتار بهذه المؤسسه ام تجاوز لكل الاعراف القانونيه اللي كيهضروا بها، ويؤسفني ان هاد الناس يتكلمون بالقانون وهم يجهلونه جمله وتفصيلا. فهاد السيد اللي بغى يترشح مرحب به، ولكن بشرط يكون في اللوائح الانتخابيه. أنا شخصيا وأقولها الآن أمام الإعلام، لم تكن لي رغبة باش نستمر في دار الطالبة، لأنني وصلت من السن وأنني التجربة اللي عندي نزلتها في دار الطالبة، ودار الطالبة قادر يجي شي واحد يسيرها، ولذلك كنت أرغب شي واحد يجي يسير دار الطالبة. هذا الشخص اللي ادعى هذا الادعاء هو ادعاء كاذب، لأن أصلا أنت لست عضوا وما عندك حتى شي علاقة، وأنت تقوم بالتحريض فقط. فبالنسبة لنا احنا لم نمنع أحدا إلا اللي منعوا القانون. اللي منعوا القانون انه ليس في اللوائح الانتخابيه وما عندوش انخراط ديالو يمنع. والحقيقه ان كان دائما هذا الجمع العام كان تنسيق مع السلطه في كل المراحل، وهنا هذه فرصه باش نشكر السيد القائد لانه قام بمجهود كبير باش ينجح هاد العمليه ديال تجديد المكتب. هاد الناس قبل هناك تصريحات وهناك دي زوديو وهناك دي جروب كتهضر كلهم يؤججون الامور لخلق بلبلة في دار الطالبة، والحقيقة أن الهدف الآن أصبح واضحا، لأن الهدف راه سياسي وماشي جمعوي، لذلك هذا الخلط بين السياسة والجمعوي احنا قطعناه. فبالنسبة لهذا الشخص هذا قلت أنه ادعى بغي يترشح رئيس، هو بالأمس كيقول لك أنا لا علاقة لي والتصريح ديالو موجود، وفي الصباح كيولي هو خصو يكون رئيس مرحب به إلا كان في اللوائح، وكنا نتمنى باش يدخل شي واحد ويرشح راسه للرئاسة وياخذها وسنطوي هذا الملف هذا. بالنسبة أقول السي عزيز السلاوني صرح خارجا كلام، وهو في الداخل رشح نفسه كعضو في المؤسسة، والآن هو أمين المال للمؤسسة. بالنسبة للأخ اللي قال لك أودي أنا راني نائب أمين المال ومنعت، هذاك الشخص دخل وهو اللي كان في لجنة الفرز، هو اللي دار لجنة الفرز، هو بنفسه وأسميه هو السي صالح، كان في لجنة الفرز برا كلام، داخل المؤسسة كلام آخر، داخل المؤسسة واقع آخر. بالنسبة للسيد اللي قال أنا الكاتب العام
وما عنديش الحق ندخل. بعد هاد الجوج هادو راه كانوا في المكتب اللي ترفض، معناه انه ماشي اعضاء في المكتب. ومع ذلك هذاك السيد دخل وقدم كلمه في الجمع العام ومسجله، اللي ندير بين قوسين على ان القاعه كانت تحت تسجيل كامل، القاعه كلها كانت هناك كاميرات مراقبه سجلت اللقاء كامل مسجل ومفصل عنا. اللي كان خارج القاعه هو اللي ما شناش، اما داخل القاعه كل شيء كان مسجل. فبالنسبه لهذا الشخص هذا اللي قال. بالنسبه للسيده الاخرى اللي قالت ودي راه بنات، هذيك السيده بعد البحث احنا ما كنعرفوهاش، ولكن بعد البحث تبين بان هي عندها ولد في مؤسسه معاذ بن جبل وما كيستافد لا من النقل ولا من دار الطالبه ولا علاقه لها بالموضوع. معنى هذا كله كان هدف ديالو هو التحريض على هذه المؤسسه. اذا هاد الناس كان لابد من الردوا عليهم، لان ما يمكنناش هذه المغالطه تستمر ودار الطالبة تكون عندها هذه الصورة. دار الطالبة ولا الطيب من المؤسسات اللي يشهد لها في المصالح الخارجية اللي عندها كلها علاقة بها بالانضباط وبالسلوك الحسن وبالانضباط الإداري والقانوني، ومهنيا مؤسسة تشتغل بشكل جيد بشهادة الجميع. لذلك احنا بالنسبة لنا كنشكركم أنكم استجبتوا لهذا الرد، لأن كانت فيه مغالطات كثيرة جدا، وكان نغتنموا هذه الفرصة مرة أخرى باش نشكروا السيد القائد ديال قائد ولا الطيب، الشاب اللي كله حماس وكله، والسيد القائد راه تدخل بمنطقين، تدخل بمرجعين. المرجع الأول هو ضبط الأمن، وهذه مسؤوليته هو أن يكون هناك أمن، والمرجع الثاني هو ضبط القانون، خص يكون القانون مطبق. هو دائما كان يؤكد على أن خص المسائل تكون قانونية، وداخل القاعة صرح بأن اللي عنده شي معارضة عنده الحق يمشي للقضاء، هو الوحيد اللي كفيل باش يحل هذا النزاع. احنا ما يؤسفنا هو أن هناك تصريحات فيها مغالطات كثيرة، وهذه المغالطات يعني ناس من اليوم اللي تقال غادي يكون جمع عام لدار الطالبة تم تأجيج واحد العدد ديال الناس وواحد العدد ديال اللوائح الانتخابيه اللي دارت، واحد العدد ديال الناس مرشحين، بينما كنت اقول ان القاعده القانونيه تقول القاعه هي التي تحسم المكتب المسير، وماشي القهاوي وماشي برا، داخل القاعه. ادخل داخل القاعه ويتم التصويت بشكل ديمقراطي، وحين ينتهي التصويت نكون انذاك قد ادينا تمرينا ديمقراطيا درسا للجميع. دار الطالبة عطت درسا للجميع في الديمقراطية في الجمع العام ديالها. وانا كنشكرك على كل المجهودات اللي بذلتو، كنشكر جريدة اصوات اللي كتكون دائما الى جانب المواطن في كل المواقع، ودائما حتى لك المواطن خاطئ كتساعده باش يفهم الحقيقة. وشكرا لك انت سي عزيز شخصيا، وشكرا للسيد المدير اللي هو ايضا تفهم المطلب ديالنا وقبله، وشكرا وجمعة مباركة.